السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كي دوزتوا هاد اليومين تاع الشهر المبارك؟ الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي. كنتمنى تكونوا دوزتوه كاملين بخير وبصحيحه، هي اهم حاجه. اليوم جبت لكم واحد الجديد اخر ما كاين، سلعه مخلطه فيها جلالب، فيها قندورات ديال الرجاله، فيها واحد بيجامات، فيها واحد القندورات، شي حاجه فنه. شوفوا معايا هاد الجلابه، هاد الجلابه رائعه وانيقه في الطرزه، مطروزه بالطرز ديال بونتي كروا. كاين الناس اللي كيعرفوا الطرز ديال بونتي كروا، شي حاجه رائعه وانيقه، والمنظر ديالها زوين. شوفوا معايا كيفاش دايره، ونوع التوب سميتو براده، والمقاسات اللي متوفره فيه ال و اكس ال و دوبل اكس ال، وفيه حتى 3 اكس ال. وشوفوا معايا اللوينات اللي فيه متناسقه رائعه، والثمن ديالها كيبقى 220 درهم. صراحه اثمنه جد مناسبه. الا كنتو كتشوفوا في انستغرام، راه كيديرو في انستغرام نفسهم، نفس كيعطيهم واحد الثمن خيالي زعما، سبحان الله. كل واحد الله يسهل على كل واحد. شوفوا معايا اللوين كي داير، شي حاجه كتحمق. شوفوا معايا هاد الجليبات، هي جلابه بالطرز الرباطي وبالراندا، الكورميطه ديال الراندا، وفيها الفتحه القدام والدرس في الكمام وفي القب، والتوب كيبقى كريب، كريب ممتاز. حتى هي فيها المقاسات ال و اكس ال و دوبل اكس ال، صافي هادوما اللي متوفرين فيها. شوفوا معايا حتى هي الطرزه كيفاش كتبان انيقه ومخدومه مزيان، مخدومه من داك الشيء، والالوان متناسقه. والثمن ديال هادي كيبقى 270 درهم. شوفوا معايا شي حاجه رائعه. فن فن صراحه هاد السلعه اللي جات لكم اليوم، كلها اخر ما كاين، وكلها شي حاجه انيقه ومنظمه زعما. ما نقولش لكم، على الصور كيعبروا على راسهم. شوفوا معايا، شوفوا، كنقرب لكم الخدمه باش تشوفوا الكورميطه كيفاش دايره متقونه، والرباطي كيفاش متقون. شوفوا معايا اللوينات كيحمقوا كاملين، والطرز دايرين فيه لوينات متناسقه. شوفوا معايا هاد الصفر حتى هو كيفاش كيجي مع الخزي والبوردو، كيجي رائع. شوفوا معايا هاد الاحمر حتى هو بالخزي والبيج، فني الصراحه. شوفوا معايا الدرس اللي في الكميمات حتى هو شحال زوين. شوفوا معايا هاد الموف حتى هو شحال فن حتى هو، كلهم صراحة اللوينات رائعة كلهم. عفوا. الوان صيفية. شوفوا معايا هاد الصفر كيفاش داير، وهاد السومو، سومو تاهو رائع، خدمة متقونة. شوفوا معايا الكحل تاهو خطير، كاين عشاق الكحل بزاف، عشاق الأسود، فن فن صراحة. بزاف الناس كيعشقو اللون الأكحل. شوفوا معايا هذه حتى هي كيفاش كتحمق، انيقه وجميله، جلابه ديال الكريب عصريه مبتكره بالطرز الغرزة الاصيل، عين عقده، نص طوق، بيستراج ام دي ام سي، عفوا دي ام سي الحر، والمقاسات فيها حتى هي ال والاكس ال ودوبل اكس ال، والثمن ديالها كيبقى 250 درهم. شوفوا معايا كيفاش كتبان، فنه في اللوين. شوفوا معايا كيفاش الخدمه هي متقونه، خدمه انيقه وجميله.
كلها لوينات صراحة، كلها لوينات مختارة بذوق رائع صراحة. معي هذا الموف، هذا الموف ديالو بارد، ديغرادي ديال الموف حتى هو رائع. هذا الزرق معايا كلهم شي حاجة أنيقة. لي عجبتها شي حاجة مرحبا تسكريني ليا، ونخلي الرقم ديالي في صندوق الوصف. ولي عجب الفيديو ما تنساش دير ليا لايك، واللي باقي جديد باقي اول مرة يشوف القناة يشترك باش يوصلوا ديما الجديد. كيف ما كنقول لكم راه ديما غتلقاو معايا الجديد ديما اخر ما كاين. وكيف ديما كنقول لكم اللي ما شرى يتنزه بعدا، اللي ما شرى يشوف اشنو كاين، شنو كاين اخر الموضه، شنو شحال دايره الثمن، شحال. شوفوا معايا اللوينات كلهم فنين، شوفوا معايا هذا الشيء ببارد حتى هو زوين، كلها الصراحه اللوينات رائعه. شوفوا معايا هذا الخزي حتى هو كيجي رائع في اللبسه. كما كنقول لكم الناس اذواق، كل واحد وشنو كيعجبو، كل واحد وشنو اللون اللي كيجي معاه اكثر. شوفوا معايا هذا الغوز بيبي فن حتى هو، لون بارد صيفي. معايا الاحمر حتى هو كيجي فيه حتى هو زوين. وعندي هنا كندورات ديال الرجاله، شي حاجه انيقه وجميله اللي بغاهم سيدنا رمضان ولا العيد ولا. شوفوا معايا كيفاش دايرين تيحمقوا اخر ما كاين في السوق. رائعه، بلمسه امازيغيه، والطايات اللي فيها فيها الاس والام والال والاكس ال والدوبل اكس ال، والثمن ديالها كيبقى حتى هي 250 درهم. شوفوا معايا شي حاجه رائعه، كيف كنقول لكم ديما اخر ما كاين. شوفوا معايا اللوين شحال زوين، اخر ما كاين في العالم ديال الموضه التقليديه ديال الرجاليه، كما قلت لكم بلمسه امازيغيه. لوينات فيها تاهي فنة. شوفوا معايا في الفصالة ولا في الخدمة ولا في كلها متقونة، ولا في الألوان اللي مختارين. معايا البوردو تاهو شحال زوين. وهنا عندي لكم واحد البيجامات رائعه حتى هما صيفيه، شوفوا معايا شحال زوينين غزالين حتى هما اخر ما كاين. يلا خارجين نصكم صيفيين، التوب ديالهم ساتان دو سوا روعه، طايات فيهم الاس والام والال والاكس ال. شوفوا معايا حتى هما اللوينات غزالين، والثمن ديالها كيبقى 220 درهم. يلا خارجين هادو فنين صراحه ومبردين ديال الصيف. شوفوا معايا اللوينات تاهما مختارين بذوق راقي. شوفوا معايا فنين صراحه. وشوفوا معايا هادو بيجاما بالطرز، الطرز المغربي تاع هي رائعه، شي حاجه انيقه وكاينه في جميع المقاسات فن الصراحه.
شي حاجة غزالة، والثمن ديالها كيبقى 170 درهم. الألوان ديالها كلها زاهية، كلها رائعة. شوفوا معايا كيفاش، صراحة راه الصور كيعبروا على راسهم، شي حاجة فنة. شوفوا معايا كيفاش دايره، راه طويلة حتى لتحت. اللوينات اللي مختارين تا هما غزالين. هنا غنخليكم مع الصور وغنقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه والهنا وراحه البال، وما تنساوش اللي يعجبو الفيديو يدير لايك فضلا منكم، واللي باقي ما اشتركش يشترك ويبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل لاكثر عدد من الناس. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.